أدعم ثورة الكرامة 12/7 ضد السيسي. لو ده يرضى ربنا يا ولاد ما أهو 250 جنيه نور. زعلان مستوى التعريض في مصر يا جماعة بيقل. في البداية وقبل ما أقدم لحضراتكم أي شيء، في مشهد كده عايز أعرضه لحضراتكم الآن بيوريك إن الاحتقان في مصر بيزداد يوما بعد يوم، وإن السيسي مطمئن وعصابته مطمئنين للركون والسكوت والخمول وحالة السبات العميق اللي في الشعب المصري، لكن يوما ما النار ستظهر من تحت الرماد. النهاردة الشباب المصري تشاجر مع قوات الأمن بتاعت السيسي لما راحوا يغلقوا لهم المحلات بتاعتهم ويقطعوا عيشهم علشان خاطر ابن ملكة تاني بعد 11 سنة من الأكاذيب فشل، فقال لك نقفل محلات الشباب والمشروعات الصغيرة من الساعة 10 مساء، فالشباب رفضوا علشان أكل عيشهم يعرفوا يمشوا بيوتهم، وتشاجروا مع قوات الأمن بهذا الشكل. المشاهد دي هتزداد كلها يوما بعد يوم. هوري حضراتكم صرخات الناس، وهوري حضراتكم ازاي الحكومة بتمهد لمرور 12/7 ثم من بعد منها تنفخ الشعب المصري حرفيا. هقول لحضراتكم مثل كده بسيط اخواتنا العرب ممكن يعرفوا معناه او هنشرح معناه مع بعض. هو حجة البليد مسح الدكة، يعني ايه؟ دايما البليد بيحاول يدور لنفسه على شماعة علشان يعلق عليها فشله. معلش يا بابا انا سقطت وعدت السنة، اصلك ما اشتريتش ليا استيكة اول السنة، فاللي هو مش منطقي طالب يسقط علشان ابوه ما اشتراش له استيكة، فهو ده الطبيعي. البليد الفاشل، خاصة بقى لو الفاشل ده فشل متعمد فبيبقى خيانة، البليد الفاشل الخاين بيحاول يدور لنفسه على شماعة يعلق عليها فشله. يناير السبب في اللي حصل في مصر، يناير مر عليها 12 سنة 13 سنة، خلاص يبقى السبب في اللي حصل في مصر ان هناك دول تتآمر على مصر وحركات اخترقت الحدود المصرية، قطر وتركيا، اذا اتصالحنا معهم ما ينفعش نعلي عليهم الفشل؟ لا، طب خلاص ماشي، الفشل اللي سببه اللي بيحصل في مصر بسبب كورونا ما عدت على خير والناس كلها بدأ اقتصاد ينمو، طيب الفشل حرب اوكرانيا وروسيا، ايه ده؟ روسيا واوكرانيا لم الاقتصاد بتاعهم لم يمنى بهذا الانهيار كما حدث الاقتصاد المصري؟ خلاص، الفشل الزياده السكانيه، نص الشعب المصري ما بقاش لاقي اللضب وما بقاش لاقي ياكل وما بقاش، وحالات الطلاق زادت في مصر وفعلا بحسب الاحصائيات نسبه المواليد قلت والفشل مستمر برضه. طب خلاص، اذا السبب في الفشل المؤامرات الكونيه اللي بتتعمل على مصر، ايه ده؟ طوب الارض بيسلى في مصر وبيشح حتى، وامريكا واوروبا وحتى روسيا وحتى اوكرانيا اللي بيحصل فيها بتدينا قمح بالقسط، والمانيا وبريطانيا وايطاليا وكل دول العالم ادتنا فلوس وقروض وديون وكل المؤسسات الدوليه سلفتنا، ايه ده؟ يعني ما فيش فشل ولا تامر ولا الكلام ده كله؟ خلاص، اذا الفشل سببه اللي بيحصل في مصر اللاجئين، ايه ده؟ واو، اللاجئين اصلا اغلبهم في مصر بحسب الامم المتحده مش لاجئين، دول مقيمين واغلبهم شغالين في شركات وفي مصانع واغلبهم عندهم رؤوس اموال، فيلا نشنع عليهم بانهم هم اللي بيخلصوا ميه النيل. فدايما الفاشل بيحاول يدور لنفسه على حجه، فده بيطرح الوقت مع حضرتك يضحك عليك، ازاي اصبروا عليا سنتين؟ كمان سنتين، كمان سنه، بينما ما نقدرش نصبر على مرسي سنه، لكن صبرنا للسيسي سنتين في سنتين في سنتين في سنه في سنه في ست شهور في سنه في سنه. تمام؟ فيضحك عليك ويسرق الوقت منك لغايه ما يلبسك في الحيط ويخليك لا ليك قرار ولا ليك قيمه ولا ليك وزن ولا ليك دبلوماسيه ولا ليك اي حاجه، ازاي؟ زي وضع مصر الان، هل احنا لنا قرار مما يحدث في السودان؟ لا، لنا قرار مما يحدث في القطاع؟ لا، احنا متفرجين في الناحيتين، لنا قرار لما يحدث في حفتر وليبيا؟ لا، لنا قرار لما يحدث في اليمن وباب المندب؟ لا، في مرور السفن؟ لا، لنا قرار حتى ذاتيا لداخل الشعب ذاته او للحكومه ذاتها في بيع اصول الدوله للامارات العبريه؟ برضه لا،
اذا بيضحك عليك وبيلبسك في الحيط لغايه ما يخلي لك الدوله عباره عن اسف في اللفظ كده مش هنه يا اخواتنا العرب اللي بيشاهدونا، مش هنه يعني ايه يخلي لك الدوله عباره عن حته قماش هبليه متخرمه ملهاش اي قيمه تماما، بالظبط زي الملابس الاماراتيه المستعمله اللي السيسي واعلامه احتفلوا بيها في 2014 ان الامارات بتساعد الشعب المصري بالملابس. الامارات، أنا آسف إن أنا طولت على حضراتكم بس هو ده الوضع اللي في مصر. طيب بتحكي لينا ليه يا عبد الرحمن؟ لأن قلنا لحضراتكم في دعوة 12/7، هل الناس ممكن تنزل ولا لأ؟ الأمر متروك للشعب المصري وما يعانيه الآن، هو اللي هيحكم على الشعب المصري، هل هيستمر في الوضع ده ولا لأ؟ طيب برضه يا عبد الرحمن بتحكي لنا القصة الطويلة دي ليه المؤلمة عن الوضع المزري اللي بتعيشه مصر؟ لأنه الآن بيضحك عليك وبيحاول يسجدك وبيحاول يمد الوقت تاني، إزاي؟ زي الخبر اللي أمام حضرتك ده. مصطفى مدبولي بيقول لك ان لا انا شايف ان الشعب المصري بيعيش رفاهية، شعب نمرود، شعب نمرود. طول ما السيسي شايفكوا ساكتين، طول ما انا اسف بيتم بيزود عليك الحموله، انا مش عايز اقول المثل اكيد الشعب المصري عارفه، مش بيزود عليك الحموله، هو شايفك ساكت خلاص يبقى راضي، شايفك ساكت خلاص يبقى موافق، شايفك ساكت خلاص يبقى مستحمل اللي بيحصل له، شايفك ساكت زود عليه. فالان بيكلمك عن ان لا انا لازم ازود عليك المحروقات، لازم ازود عليك الوقود، لازم ارفع عليك اسعار البنزين واسعار الديزل والكلام ده كله علشان انت ساكت. انت لو بتتكلم هنخاف منك ونحترمك، انت لو ليك صوت وليك قرار هنخاف منك وبنحترمك، انما طول ما انت ساكت احنا بنتعامل على ان سكوتك ده زي العريس اللي راح يتقدم لعروسه وسكوت العروسه علامه الرضا. حلو المثل ده المؤسف والمحزن للوضع اللي فيه مصر وفي الشعب المصري. فامام الناس 12/7، الناس ما نزلتش 12/7، تنزل 7/12، ما نزلوش الناس تحاول تنظم نفسها. طيب الشعب المصري شايف ان لا احنا مش عايزين نصور علشان ما نروحش لمرحله اليمن والعراق وليبيا والكلام ده كله وسوريا، اللي والله العظيم كل التحيه والتقدير، يعني في حريات عندهم انك تقدر تعترض على اللي بتعمله نتنياهو وما تقدرش تعمل ده في مصر اللي هي امن وامان، تمام؟ فحضرتك مش عايز تتحرك وتدافع عن نفسك، خلاص اتس فاني، الوضع اللي حضرتك بتعيشه الان هيزداد سوءا يوما بعد يوم. هتقول دي نظره سوداويه، هقول لك خلاص احسبها زي ما تحسبها، بس اللي ما اتعلمش طوال ال 10 سنوات ال 11 سنه اللي فاتوا لا مؤاخذه يبقى سيسي. عارفين السيسي ده في حديقه الحيوان اسمه ايه؟ يبقى سيسي لا مؤاخذه. اسيب حضراتكم مع صوت الناس اللي بدأت تئن أنين المستضعفين في مصر، إما من الجوع والعطش أو من قلة العمل أو حتى من البطالة أو حتى من انقطاع التيار الكهربائي. أدعم ثورة الكرامة 12/7 ضد السيسي ونظامه الفاسد. مستنيين إيه تاني يا شعب مصر؟ ضد الظلم والفساد. بعد كل الأزمات اللي بتحصل في مصر دي، فاكرين حركة تمرد؟ طب هو ليه ما يتعملش حركة زي دي دلوقتي؟ رافضين ومش عايزين الرئيس الحالي، ولا محدش يقدر يعمل حركة زي دي لأنها مش هتكون حركة مباركة. على مستوى التعريض والتطبيل في مصر يا جماعة بيقل، وكده خطر على البلد، كده خطر على الحكومة. لما المعرض ما يعرفش يعرض هيضحك علينا كمواطن مصري ازاي؟ لما تديني فرصة ان انا اشغل عقلي وافكر، طب ما انا هتقلب عليك.